السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ تقول عاملين ايه؟ معاكم زميلكم محمد مؤمن من الفرقة التانية، وان شاء الله في الفيديو ده هنشرح المسلز اوف ذا ميديال كومبارتمنت بتاعت الساي، وهنشرح كمان معاها الفيمورال ترينج اللي احنا كنا مأجلينه قبل كده. طيب دلوقتي بس قبل ما نبدا في الميديال كومبارتمنت ونخش في الفيمر ترينجل والليله دي، احنا عايزين بس نراجع او نفتكر اللي احنا خدناه في الجزء اللي فات بتاعت الانتيريور كومبارتمنت. احنا قلنا كان عندنا فور ماسلز، انا الكلام ده هراجعه فبقوله بسرعه. فور ماسلز، انت عندك كان فور ماسلز اللي هم اول حاجه هنبداها بالاليوسوس. الاليوسوس دي كانت بتطلع منين بقى؟ احنا قلنا السوس كانت بتطلع من اللمبر فيرتبري من ال1 لل5 من الترانسفيرس بروسيس، والالياك بارت بتاعها كان بيطلع من الفصه من اللي هو الابر تو سيرد بتاعت الالياك فصه، والاثنين كانوا بيروحوا يعملوا كومن انسرشن في الليسر تيوبيركل. بالنسبه بقى للبكتيناس، البكتيناس كانت طالعه من السوبيريور ريمس اللي هو السوبيريور بيوبيك ريمس، وراح تمسك في الابر بوردر بتاع اللينيا اسبرا. وكان في عندنا حاجه ثانيه اللي هي كانت كوادريسيبس. الكوادريسيبس دي كانت ليها اربع رؤوس، قلنا كانت الفاستس انترميديس والفاستس ميدياليز والفاستس لاتراليز والريكتس فيموريس. قلنا الريكتس فيموريس دي كان لها تو هيدز، واحده ستريت هيد طالعه من عيسى اللي هو الانتيريور انفيريور اليك سباين، والثانيه ريفليكتد هيد طالعه من جاست اباف الاستابلم. وكل والفاستس ميدياليز والفاستس لاتراليز الاثنين طالعين من الابر اند والشافت بتاع الفيمر، والفاستس انترميديس طالعه من الانتيريور واللاترال سيرفس بتاع الفيمر برضو. كل دول كانوا بيروحوا يعملوا كومن تندون ويعدوا على الباتيلا، فيمسكوا في الباتيلر ليجمنت ويروحوا جايين لازقين في الايه، في التيبيال تيبروستي. كان في عندنا عضله الخياط اللي احنا قلنا ما ننساهاش. اول ما نقول الخياط تفتكر وانت قاعد رجلك مربعه، فانت عامل لي فليكشن للهيب جوينت، عامل لي فليكشن للني جوينت. فكان اسمها ايه عضله الخياط دي؟ كان اسمها السارتوريوس ماسل. السارتوريوس ماسل دي كانت طالعه من عزيز اللي هو الانتيريور سوبيريور اليك سباين. يبقى احنا عندنا الانتيريور سباينز عزيز وعيسى. عيسى كان طالع منه الستريت هيد بتاعت الريكتس فيموريس، اما عزيز طالع منها الهيد بتاعت السارتوريوس. والسارتوريوس دي كانت راح تمسك فين؟ كانت راح تمسك في الابر ميديال سيرفس او في الابر ميديال بارت بتاع التيبيا. قلنا مع ثلاث عضلات تانيين اللي هم السارتوريوس والجراسيلز والسيمي ميمبرينس، دول ماسكين في الابر بوردر او في الابر بارت بتاع الميديال سيرفس بتاع التيبيا. وان احنا هناخد العضله التانيه بتاعتهم اللي هي الجراسيلز هناخدها في الميديال كومبارتمنت. ده كده بالنسبه للانتيرو كومبارتمنت، رجعت على السريع كده عشان تفضل ايه فاكر الحاجات دي في دماغك يعني وكده. تمام. نبدا بقى نخش في موضوع محاضرتنا النهارده اللي هو هنتكلم عن الماسلز بتاعت الميديال كومبارتمنت. هم اول حاجه كام مصل؟ هم خمسه مصل، كلهم شوف انا بحددهم، كلهم بياخدوا من الاوبتيوريتور نيرف وكلهم بيعملوا ادكشن، عشان لما نيجي ناخد في تفاصيل مصل كده ما نتوهش. كلهم بياخدوا من الاوبتيوريتور نيرف وكلهم بيعملوا ادكشن للساي. طب الانتيريور كومبارتمنت كان كله بياخد من الفيمورال نيرف، تمام، ما عدا كام اكسبشن ممكن ترجع لهم بقى. تمام. بسم الله بقى نبدا. اول مصل معانا في الميديال كومبارتمنت وهي المصل اسمها الجراسيليس. دي بقى المصل الثانيه بتاعت السارتوريوس. تمام. دي بقى المصل دي عنوانها او اسمها ايه بقى؟ دي اسمها جراسيليس. تمام، دي الجراسيليس. الجراسيليس دي قلنا هنعرف ثلاث حاجات، قلنا هنعرف اربع حاجات. قلنا هنعرف الاوريجين راح فين، الانسرشن بتمسك فين، الاكشن بتعمل ايه، واحنا طبعا اتفقنا على الاكشن والنيرف سبلاي. تمام. ادي الاوريجين، شايفين هنا دي طالعه منين من الاوريجين؟ احنا لو قلنا ان دي البيوبس في المحاضره اللي فاتت كانت دي السوبيريور ريمس، صح؟ مش كانت دي السوبيريور ريمس؟ وقلنا اللي تحتها دي كانت دي الانفيريور ريمس. طب ايه الريمس دي؟ اللي هي حته مستويه، فدي بتسمى ريمس. فكانت دي سوبيريور ريمس، كانت دي انفيريور ريمس، ودي كانت طبعا ده انا طبعا بطلع البيانات بس، انا لسه ما دخلتش في المصل نفسها. ودي كانت الاسكيم اللي هي الحته دي، كانت الاسكيال تيوبروستي، كانت الاسكيال تيوبروستي او الاسكيال تيوبركل. تمام. ودي كانت الاسكيال ريمس، صح؟ لان الحته دي مستوى من الاسكيال فكان اسمها اسكيال ريمس. تمام. احنا بقى بعد ما عرفنا البيانات اللي هي اللي تخصنا في الحته دي كده، عايزين المفروض بقى اللي احنا عايزين نعرف دلوقتي كل حاجه دي طالعه منين. ادي عندك دي الجراسيلز، الجراسيلز طالعه في الحته دي كده، صح؟ احنا شايفينها طالعه من الحته دي. طب الحته دي مشتركه بين حاجتين، بين الانفيريور ريمس او الانفيريور بيوبس ريمس والاسكيال ريمس، فيبقى هي طالعه من اوريجين. الاوريجين ده مشترك بين، مشترك بين الانفيريور، بين الانفيريور بيوبس والاسكيال ريمس، صح؟ الكلام ده موجود على الرسمه اهو، هي طالعه من الحته دي كده، الحته دي اللي هي الانفيريور ريمس والاسكيال ريمس. تمام. طيب الانسرشن بتاعها رايح فين؟ احنا كنا قلنا ان كان في اس جي اس، ما تنساهمش، احنا خدنا اس منهم اللي هي السارتوريس، هي علينا الدور في جي اللي هي ايه؟ الجراسيليز. كانت راح تمسك فين؟ كانت راح تمسك في الابر، شايفين هي راح تمسك في الحته دي اهي. طب الحته دي وصفها لي كده، مش دي التيبيا ومش ده الميديال سيرفس بتاعها؟ يبقى في الابر بارت بتاع الميديال سيرفس بتاع ايه بقى؟ بتاع التيبيا، صح؟ اهو يعني الكلام ده كله من الرسمه، ادي دي التيبيا اهي، دي التيبيا،
تمام، دي التيبيا، ده الميديال سيرفس بتاعها، ده اللاترال سيرفس بتاعها، ده الابر بارت بتاع الميديال سيرفس. يبقى هي راحت تمسك، طبعا الكلام ده كان بيجي برضه هنا، كان بيجي عضله الخياط ان هي كانت بتيجي من عزيز كده وتروح جايه لفه 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 لف كده وراح ماسكه هنا، فدي برضه، وهتيجي من ورا كمان واحده سيمي ممبرينس هتروح جايه ماسكه هنا. يبقى الثلاث عضلات دول بيمسكوا في الابر ميديال سيرفس او في الابر بارت بتاع الميديال سيرفس بتاع التيبيا. ده كده بالنسبه للجراسيليس. طب طبعا الاكشن، احنا اتفقنا ان كل عضلات الميديال كومبارتمنت يا ابني بتعمل ايه؟ بتعمل لك ادكشن. حتى احنا كنا قلنا في المحاضره اللي فاتت، جت في سؤال او كانت جت في الانتر ماسكولار سيبتا، كنا قلنا انها ان اللاترال والميديا الانتر ماسكولار سيبتا كانوا بيمسكوا برضو الادكتورز. ايه هم الادكتورز؟ ما ادكتورز جمع ادكتور. طب ايه الادكتور؟ الادكتور هي اي ماسلز في الميديا الكومبارتمنت. مظبوط مظبوط. يبقى هم دي بتعمل ادكشن. ادكشن يعني ايه ادكشن؟ يعني بتجيب الساي ناحيه كده. دي كده يا باشا هي عملت لك ادكشن. مظبوط مظبوط. طيب لما تعمل لك ادكشن، دي كده اول وظيفه احنا خلصنا منها، كده احنا خلصنا من الادكشن. طب شايفين المصل دي جايه فين؟ يعني لو يعني شيل مثلا الكلام ده كده، مثلا شايفين المصل دي جايه فين؟ دي جايه كده، يعني دي نازله كده من ورا الكلام ده كله، يعني هي معديه على ايه؟ معديه الحته دي اسمها ايه؟ اسمها الني جوينت. يبقى انت تركز جدا في حته الني جوين دي. طيب هي معديه عليه من قدام؟ لا، هي لو قدام كانت هتعدي عليه من هنا. يبقى اذا هي مش معديه على الني جوينت من قدام، لان هي بصوا دي احنا بس نقلنا حته تانيه بس. دي كده دي كانت الني جوينت، تمام. هي المفروض هي لو معديه من قدام هتبقى جايه هنا، لا ده هي معديه من ورا. طب اي حاجه، اي مصل معديه ورا الني جوينت، لو هنتكلم بقى على الني، اي مصل معديه وراها بوستيريور هتعملها ايه؟ هتعملها فليكشن. انت اصلا كده كده بتتني ركبتك لورا، ما بتتنهاش لقدام، فانت اي حاجه بتعدي عليها ورا فعلا بتعملها فليكشن. طب اي حاجه بتعدي عليها قدام بتعملها اكستنشن. طب الجراسيلس دي يعني هي تعتبر شويه ورا الني جوينت، فيبقى تعمل لك ايه؟ يبقى تعمل لك فليكشن، ومهمه جدا دي بقى، فليكشن للني جوينت، تمام. بس هي بتبقى هيلب، يعني مش تقول للمين فليكسور، يعني هي هيلب في الفليكشن بتاعت الني جوينت، تمام. طب النيرف سبلاي بتاعها، احنا قلنا ان دي من الميديال كومبارتمنت، يبقى النيرف هتاخد من الاوبتيوريتور، من الاوبتيوريتور نيرف. يبقى نرجع نجيب الجراسيس دي تاني. قلنا الجراسيس دي طالعه منين؟ هي طالعه من الحته دي كده. طب الحته دي كانت مشتركه، كانت مشتركه بين ايه؟ كانت مشتركه بين الانفيريور بيوبيك ريمس والاسكال ريمس، عشان دي كانت الاسكال تيبروستي، دي السوبريور ريمس، دي الانفيريور، دي الانفيريور بيوبيك ريمس، دي الاسكال ريمس، دي الاسكال تيبروستي. فهي طالعه في الحته دي، الحته دي مشتركه بين الانفيريور بيوبيك ريمس والاسكال ريمس. نازله فين؟ نازله تعمل انسيرشن فين؟ نازله تعمل انسيرشن هنا في الابر بارت بتاع الميديال سيرفس بتاع التيبيا، مع ثلاث عضلات تانيين اس جي اس ما تنساهمش، تمام. يبقى هي كانت بتروح مع الانفيريور ريمس ومع الاسكال الريمس، وكانت بتعمل لك في الابر ميديال سيرفس مهمه جدا مع التيبل، هي كانت مع الاس جي اس ما تنساهاش، وكانت بتعمل لك الاكشن ايه بقى؟ قلنا دي من الميديال بتاعي، يبقى من الميديال كومبارتمنت، فهي بتعمل لك ادكشن، بتعمل لك فليكشن لانهي للني جوينت، ليه؟ لانها بتعدي بوستيريور او يعتبر بوستيريور، وهي بتعمل لك هيلب. يبقى هي بتعمل لك هيلب فليكشن، ما تقوليش من فليكسور، يعني هي هيلب في فليكشن بتاع الني جوينت، تمام. طب ايه وظيفتها؟ انها بتتغذى بالاوبتيوريتور نيرف. كده احنا خلصنا عضله الجراسيز، هنخش بقى في دي اول عضله معانا في البتاع ده، في الميديال كومبارتمنت. هنخش بقى في تاني عضله معانا، واللي هي اسمها الدكتور ماجنس. الدكتور ماجنس هتتكرر معانا، يعني احنا معانا الدكتور ماجنس، اللي هي الدكتور ماجنس، الدكتور ماجنس، وفي اللي بعدها الدكتور بريفس، وفي اللي بعدها لا دي الدكتور لونجس، سوري دي الدكتور لونجس، وفي اللي بعدها الدكتور بريفس، وفي اللي بعدها اللي هي الدكتور ماجنس. يبقى دي الدكتور لونجس، لان في بعدها بريفس وفي بعدها ماجنس، تمام. نفس الكلام اللي هنعرفه، هنعرف اوريجين هي طالعه فين، رايحه تمسك فين، انسيرشن بتعمل لك ايه، اكشن. ده طبعا احنا متفقين عليه، النيرف سبلاي احنا متفقين عليه. طيب الاوريجين هي طالعه منين؟ شايفين الادكتور لونجس طالعه منين؟ تعال بقى، تعال نحط البنات تاني. قلنا دي السوبيريور بيوبيك ريمس، ودي تحت الانفيريور بيوبيك ريمس، دي طبعا دي البيوبيك. طب دي، طب ده السوبيريور، ده الانفيريور، يبقى ده ايه بقى؟ ده البيوبس نفسه، اهو هو بيوبيك بادي، صح، ده البيوبيك بادي، تمام. وهنا طبعا الاسكال تيبريستي والاسكال ريمس والحاجات دي احنا مش محتاجينها دلوقتي. يبقى انت عندك ده السوبيريور، ده سوبيريور بيوبيك ريمس، ده انفيريور، ده انفيريور بيوبيك ريمس. طيب اللي بينهم الحته دي كده، دي اللي هي البيوبيك بادي، تمام. يبقى الادكتور لونجز طلع منين؟ طلع من البيوبيك بادي، اهو احنا شايفينها من على الرسم، احنا هنشوف الكلام ده كله اصلا في ال 3 دي. ده طالعه من البيوبيك بادي. طب البيوبيك بادي ده فين؟ ده حاطط لك تفصيله اكتر، بيقول لك انها ميديال للبيوبيك تيوبريكل، يبقى بيقول لك انها ميديال للبيوبيك تيوبريكل. ازاي بقى الكلام ده؟ تعال نشوف، احنا ممكن نكبر دي كده مثلا، تعال ماشي، هات بس ثواني، تمام. ده كده البيوبيك بادي يا جدعان، ده البيوبيك
ده البيوبيك بادي، تمام. طب احنا شايفين الحته دي، دي حته كده، دي اسمها كده بيوبيك تيوبريكل، دي دي البيوبيك تيوبريكل. طب ما البيوبيك بادي ده فين؟ لو هنوصف انت عندك دي كده ناحيتين، دي ميديال دي لاترال. طب انت عندك البيوبيك بادي فين؟ البيوبيك بادي ده ميديال، ده ميديال لايه بقى؟ للبيوبيك تيوبريكل، تمام. فدي تفصيله زياده كده، يعني بقول لك ان الادكتور لونجس اهي، شايفين الادكتور لونجس اهي طالعه من البيوبيك بادي اللي هو بنفسه بيقع ميديال للبيوبيك تيوبريكل، تمام. هي دي بس دي فكره السؤال. طيب الانسيرشن راح تعمل فين؟ احنا شايفين الانسيرشن فين بقى، يعني هي راح تمسك في الحته دي كده. طب الحته دي من ورا، او اللي هي مثلا اللي هي في البوستيريور بارت مثلا، يبقى هي راح تمسك في البوستيريور، راح تمسك اول حاجه راح تمسك بوستيريور فين بقى؟ في البوستيريور دي تلت دي تلت دي تلت، صح، نقسمها 3 3 اهو. هي راح تمسك فين بقى؟ في البوستيريور راح تمسك في الميدل، في الميدل سيرد. طب البوستيريور ده كان ايه؟ كان اللي اصفر، فانت ممكن تمسك تقول انها في الميدل سيرد بتاع البوستيريور شافت بتاع الفيمر، او في الميدل سيرد بتاع ايه اللي اصفر، بس انت ادق يعني توصفها للبوستيريور شافت، لان اللي اصفر ده اصغر من الشافت، فالميدل سيرد بتاعه غير الميدل سيرد بتاع البوستيريور شافت، فاهمين يعني ايه حسبه رياضيه كده. فيبقى انت عندك الانسيرشن بتاعها راح تمسك، احنا شايفين اهو راح تمسك في البوستيريور سيرد بتاع الشافت بتاع الفيمر. على فكره برضه هنعمل التقسيمه دي اللي هي السيرد سيرد سيرد دي، هنعملها في عضله في الابر ليمب اسمها كوراكو براكيالز، ما علينا يعني. بس انا بقول لك يعني انها ايه، انها هتقسمها 3 3، هتقسم الشافت ده 3 3، ادي ابر سيرد ميدل سيرد لور سيرد. الادكتور لونجس، الادكتور لونجس اه ماسكه هنا، ماسكه في الميدل سيرد بس ماسكه فيه من ورا، يبقى فهتقول في الميدل سيرد بتاع البوستيريور شافت بتاع الفيمر، تمام. تمام كده، كده احنا خلصنا منها. طيب الاكشن نيرف سبلاي ده كله اكشن بتعمل لك ادكشن، هي اصلا يا ابني اسمها ادكتور، فهي تعمل لك ادكشن. النيرف بتاع اوبتيوريتر نيرف دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش جديد. يبقى تاني، يبقى انت عندك الادكتور لونجس جاي من البيوبيك بادي، البيوبيك بادي ده فين؟ البيوبيك بادي ده جاي من الميديال بيوبيك تيوبريكل، يبقى البيوبيك بادي دون البيبيك بادي بيقع ميديال للبيبيك تيوبريكل، راح تمسك فين؟ راح تمسك في الميدل سيرد، وراح تمسك في الحته دي كده، راح تمسك في الميدل سيرد بتاع البوستيريور بارت، هي مش ماسكه في الانتيريور، فهي بتعمل لك ادكشن بيجي لها من الاوبتيوريتور نيرف، طبعا الكلام ده كله احنا عارفينه، تمام. تمام. طب قبل ما نخش بقى العضله اللي بعدها، احنا عايزين نعرف ان هم الجايين دول بقى اخوات، يعني كلهم اسمهم ادكتور، ادكتور لونجس، ادكتور بريفس، ادكتور اي ماجنس، كل واحده في الاوريجين بتطلع من تحت الثانيه، يعني الادكتور لونجس طالعه من هنا، هننزل تحت شويه ايه اللي تحت البادي؟ الانفيريور ريمس، صح؟ هننزل تحت شويه هيطلع لك البيوبيك بريفس من الانفيريور ريمس، هننزل تحت شويه تحت الانفيريور ريمس هيبقى في الاسكال ريمس والاسكالتي بريستي، هيروح جاي طالع منها ايه؟ الادكتور ماجنس. ده انا بقولها لك كده، يبقى عندك الادكتور كل ما تخش في الادكتور كل ما هتنزل في مستوى الاوريجين، تمام؟ تمام. تمام. تعالى بقى نخش على العضله بتاعتنا الثانيه الثالثه اللي هي ايه؟ الادكتور بريفس. احنا هنراجع كل الكلام ده في جدول وهنشوفه على السي دي برضه، اللي هي الادكتور بريفس، تمام. تمام. الادكتور بريفس دي طالعه منين؟ احنا يا ابني قلنا مش شايفين، تعالى بس احنا هنكبر عليها اصلا، بسم الله احنا هنكبر اهو، تمام. دي اول حاجه، دي قلنا اللي هي السوبيريور ريمس، دي كانت دي كانت البادي، صح؟ ده اللي كان طالع منه الادكتور لونجس، كانت تيجي من الحته دي. طب ما ده كده التيوبيركل اللي هو البيبيك تيوبيركل، طب ما هو ده اهو، ده الانفيريور ريمس، صح. طب الانفيريور ريمس ده طالع منه ايه؟ طالع منه الادكتور بريفس، يبقى الادكتور بريفس طالع من الانفيريور ريمس، طالع من الانفيريور ريمس، هي باينه اهي، ممكن تبقى طالعه من الاسكال ريمس عادي، يعني ممكن تبقى طالعه من الانفيريور الاسكال، بس انا بقول لك انها اساسي، يعني انت ما ينفعش تنسالي ان الادكتور بريفس طالع من، يبقى الاوريجن بتاعها فين؟ يبقى الاوريجن بتاعها طالع من الانفيريور، من الانفيريور بيوبيك ريمس، تمام، طالع من الانفيريور بيوبيك ريمس. طب راح تمسك فين؟ احنا يا ابني قلنا احنا هنقسم، ادي ده ادي ده تلت ادي ده تلت ادي ده تلت، ما تقوليش طالع من الابر سيرد، لان ده كده كله على الابر سيرد، هي مش طالعه منه كله، هي طالعه من الحته دي بس، فاحنا مش هنقول اللور بارت بتاع الابر سيرد وندوشكو، لا ده هي طالعه منين بقى؟ طالعه من حته مهمه جدا اسمها اللينيا اسبرا. احنا هنا بقى هنبدا نقارن باللينيا اسبرا، طالعه منين بقى؟ من اللينيا اسبرا. لو نيجي نبص عليها من ورا هتلاقيها طالعه من الميدل، او من الميديال، من الميديال ليب، من الميديال ليب بتاعت اللينيا اسبرا. هنشوفها بقى على ال 3 دي، هنفتح ال 3 دي كده ونشوفها. يبقى هي اول حاجه طالعه من الانفيريور بيوبيك ريمس، ليه؟ لانها قلنا تحت، هي تحت انفيريور لايه؟ لللونجس، يبقى هي انفيريور، اهم حاجه انها تعرف لي انها انفيريور لللونجس، يبقى الاوريجن بتاعها انفيريور للاوريجن بتاع الادكتور لونجس، اللي هو ايه بقى؟ لو كانت الادكتور لونجس طالعه من البادي، فالانفيريور للبادي هو الانفيريور ريمس، فيبقى اللونجس طالعه من يبقى البريفس طالعه من الانفيريور ريمس. راح نمسك فين؟ قلنا انها تبقى في الحته دي كده، الحته دي اللي هي اللينيا اسبرا. فين في اللينيا اسبرا؟ انت عندك اللينيا اسبرا لو هنرسمه فهو عباره عن خطين كده مثلا، خطين كده بس ورا، ده الميديال ليب بتاعه، ده ايه؟ ده اللاترال ليب بتاعه. شايفين راح تمسك في الحته دي اصلا، يعني راح تمسك في الميديال
اللي بالكلام ده من ورا وهنشوفه على ال 3 دي. مظبوط مظبوط. طيب الاكشن، اكشن قلنا بتعمل لك ايه بقى يا باشا؟ بتعمل لك ادكشن. طيب نيرف سبلاي بيبقى اوبتيوريتور نيرف، يبقى احنا كده ما جبناش اي حاجه جديده. يبقى الادكتور بريفس طالعه من تحت الادكتور لونجس اللي هي الانفيريور بيوبيك كريمس، رايحه تمسك فيه الميديال ليب بتاع اللينيا اسبرا، بتعمل اكشن ايه؟ اكشن واكشن ونيرف سبلاي زي اللي فاتت بالظبط، بتعمل ادكشن للساي، بتعمل لك اوبتيوريتور نيرف. طبعا انت عارف ان الادكشن للساي يعني الساي هتتحرك كده، اما ابدكشن اب بالبي ستتحرك كده، اما اد بالدي ستتحرك كده. تمام، دي مهمه يعني اللي هي ركز في الحرف الاول بي والدي. تمام. كده احنا خلصنا الادكتور بريفس، نخش بقى على اخر اخواتهم اللي هي الاد دكتور ماجنس. شايفين ماجنس ده اصلا اسم كبير، يعني تحس ان يعني حاجه كده فخمه ماجنس، فاهمني؟ اللي هو الدكتور ماجنس. الدكتور ماجنس دي بقى دي حكايه، لان لها اوريجين وانسرشن واثنين انسرشن، وليها اثنين نيرف سبلاي، وليها اثنين اكشن، لانها متقسمه اصلا تو بارتس. تعال بقى نمسكهم واحده واحده. اول حاجه هنجيب الاوريجين. احنا يا ابني قلنا ان كل ما تخش في الادكتور كل ما هيبقى الاوريجين هينزل تحت شويه. نزل تحت في الادكتور بريفس بقى في الانفيريور، بقى في اول الانفيريور ريمس كده، يعني كان هنا الادكتور بريفس كانت في اول الانفيريور ريمس. تمام، عشان ده كله كده، ده يا ابني كله كده الانفيريور ريمس عادي، بس انت عندك الادكتور بريفس طلعت من هنا، طلعت من اوله كده. تمام، وعندك الادكتور لونجس كانت طالعه من هنا، كانت طالعه من البادي نفسه. على فكره انت لما تجمعها كده تبقى اسهل عليك بكتير يعني انك تحفظها. وده يا ابني كان السوبيريور ريمس، السوبيريور ريمس اللي كان طالع منه البكتيريانس اللي كانت نازله كده. تمام، ده بالمره يعني. تمام. فهي كانت يبقى كده، وده كده طبعا الاسكال ريمس. تمام، ده الاسكال ريمس صح، وقلنا ورا الاسكال ريمس كان التيوبريكل اللي هي الاسكال تيوبريكل. طب شايفين الادكتور ماجنس طالعه منين؟ طالعه من ده كله، جايبه دي كلها كده، جايبه دي كلها كده، يعني جايب. وطبعا ما ده كله يا جدعان كده الانفيرو ريمس برضو مكمل، يعني جايبه من الحته دي كلها، جايبه من الانفيرو ريمس تمام، من الاسكال ريمس تمام، من الاسكال تيوبريستي تمام. شوف شايفين جايبه من ده كله كده. طب الكلام ده كله فين؟ ده الكلام ده كله تحت الاوريجن بتاع بتاع الادكتور بريفس اللي هو تحت الاوريجن بتاع الادكتور لونجس. يبقى انت هنا ادي كده لونجس، ادي كده بريفس، ادي كده ايه ماجنس، يبقى كلهم تحت. يبقى دي فوق، دي تحت، دي تحت خالص بقى. تمام، يبقى هي طالعه منين؟ طالعه لك من الانفيريور. شايفين الاجابه ده كل ده من الانفيريور والاسكال والتيوبريكل. يبقى لما تقول الادكتور ماجنس طالعه لك منين يا باشا؟ طالعه لك تقول لي من الانفيريور يا باشا، واخده من كل حاجه، من الانفيريور ريموس والاسكال ريموس والايه تاني والاسكال تيوبريكل، واخده لك من كل ده. طيب الانسرشن بقى رايحه فين؟ هنا الانسرشن بقى تبدا تتقسم. يعني شايفين العضله اصلا يعني في انسرشن رايح كده، وفي انسرشن نازل اهو كده، في انسرشن رايح كده، وفي انسرشن نازل كده. فيبقى انت عندك الانسرشن هنقسمه، اول حاجه ده بيوبيك بارت، بيوبيك بارت اللي هو رايح كده، ده بيوبيك بارت، وتاني حاجه اللي هو الاسكيال بارت اللي هو نازل كده. يبقى ده بيوبيك بارت وده اسكيال بارت. البيوبيك بارت ده احنا شايفينه رايح فين؟ البيوبيك بارت ده رايح فين يا باشا؟ ماسك فيه البتاع من ورا، ماسك فيه الشافت من ورا، يبقى ماسك فيه البوستيريور شافت بتاع الفيمر. يبقى بيوبيك بي مع بوستيريور شافت. تمام، ما تنساش يبقى بي هنا مع البي هنا. تمام. يبقى البيوبيك بارت ماسك في البوستيريور شافت بتاع الفيمر. طب الاسكيال بارت، شايفين الاسكيال بارت نازل فين اصلا؟ طب ما الحته دي احنا واخدينها في الجنرال يا جدعان، اللي هي دي كانت من ضمن الفيتشرز بتاعت الايه بقى، بتاعت الفيمر صح. كنا واخدين الحته دي كده اللي هي شايفين الحته اللي هي البارزه دي كده، دي كان اسمها ايه؟ الدكتور تيوبريكل صح، مش دي كان اسمها الدكتور تيوبريكل؟ طب ما هنا انت عندك هنا بتاع ده، انت عندك هنا الاسكيال بارت راح يمسك فيه الادكتور تيوبريكل صح ولا انا غلطان؟ او الكلام ده كله على الرسمه، الكلام ده كله احنا لسه هنشوفه في ال 3 دي. تمام. يبقى انت عندك الاسكيال بارت رايح يمسك لك فين؟ رايح يمسك لك في الادكتور تيوبريكل. الادكتور تيوبريكل فين؟ دي موجوده في اللور ميديال سيرفس بتاع الفيمر، مش مهم، اهم حاجه تعرف ان انا ماسك في الادكتور تيوبريكل بتاعت الفيمر. يبقى تاني البيوبيك بارت بي مع بي راح يمسك في البوستيريور شافت. طب انت عندك هنا الادكتور تيوبريكل دي كانت ورا، كانت ورا في الشافت، يبقى دي كانت ماسكه فيها الاسكيال بارت. معناها ان الاسكيال بارت هيتعامل معامله البوستيريور كومبارتمنت، هيعمل كل شغل البوستيريور كومبارتمنت. ليه؟ لانه اصلا ماسك ورا. لا يعني احنا لو هنكبر تاني كده
الادكتور تيوبيريكل يا ولاد مش قدام يعني، يعني دي مش حاجه قدام، لا دي حاجه ورا كده يعني، او حاجه مياله شويه انها ورا اكتر ما هي قدام، تمام؟ فهي هتتعامل معامله البوستيريو كومبارتمنت، يبقى هتعمل كل شغل البوستيريو كومبارتمنت، هتاخد نفس النيرف سبلاي بتاع البوستيريو كومبارتمنت. اما البيبيك بارت، البيبيك بارت ده الغلبان معانا انها هتتعامل معامله الميديال عادي يعني، لانه اصلا هو اصلا ميديال يعني، فاهمين يعني، هو اصلا جاي من الميديال لاترال، فهو يعتبر في الميديال كومبارتمنت، فيتعامل نفس المعامله. فيبقى لما تيجي تقول لي الاكشن بتاعها، الاكشن بتاع الادكتور ماجنس بيبقى هيبقى ليه اكشن للبيوبيك بارت نفسه اللي هو العادي اللي هو بيعمل لك ادكشن. طب اكشن الاسكيال بارت بقى، الاسكيال بارت هيعمل لك ايه بقى؟ عندك ده ورا، ده جايب لك الهيب جوينت ومعدي عليها من ورا، يعني هو يعني هو واصل الهيب جوينت بالحته دي ومن ناحيه ورا، يبقى يعمل لك اكستنشن. اكستنشن لايه؟ للهيب جوينت. هل هو المين اكستنسور؟ لا، بس هو بيعمل لك هيب، تمام. يبقى الاسكيال بارت بيعمل لك اكستنشن للهيب جوينت، اما انت عندك البيوبيك بارت بيعمل لك فليك، بيعمل لك ادكشن للساي او ادكشن للهيب جوينت. دي مهمه جدا 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 جدا. طب النيرف سبلاي، طبعا البيوبيك بارت ده من الميديا بتاع ده حبيبنا عادي، البيوبيك بارت ده اوبتيريتور. اما الاسكيال، اسكيال بياخد من يبقى اس من السياتيك نيرف، ساتيك نيرف. الساتيك نيرف ده بقى مهم لانه ده المين نيرف سبلاي بتاع البوستيريور كومبارتمنت. طب احنا قلنا الاسكيل بتعامل معامله البوستيريور، يبقى هتاخد النيرف سبلاي بتاع اللي هو الساتيك اللي هو عرق النسا، اللي هو بيتقال عليه في الفلاحين كده اللي هو عرق النسا او عصب النسا حاجه زي كده، هو ده اسمه الساتيك نيرف، تمام. تمام، يبقى نجيب الادكتور ماجنس تاني. لو تعالى راجعهم كلهم، عندك الادكتور لونجس كانت طالعه منين؟ الادكتور لونجس كانت طالعه من البادي نفسه، من البادي اللي هو البادي نفسه كان جنب، كان الميديال ليه البيبيك تيوبيريكل، تمام. وراح تمسك فين؟ راح تمسك في الحته دي، كانت راح تمسك في البوستيريور، في البوستيريور ميدل ثيرد. طب الادكتور بريمس قلنا هننزل في الاورجن شويه، كان ايه اللي كان تحت البادي؟ كان تحتيه الانفيريور ريمس، كانت هي طالعه من اوله او من الانتيريور سيرفس للبيوبيك ريمس للانفيريور ريمس، كانت طالعه منه، كانت طالعه الاورجن بتاعها كان انفيريور للادكتور لونجس، الكلام ده احنا ما فيهوش خلاف يعني. طب نزل فين؟ نزلت مسكت في الميديال ليب، الميديال ليب بتاعت ايه؟ بتاعت اللينيا اسفرا، صح. يبقى الادكتور لونجس كانت نازله هنا كده، الادكتور بريمس هتبقى فوقيها. طب الادكتور ماجنس نزلت اكتر واكتر، فاخدت الانفيرور ريمس بقيه كله مع الاسكال ريمس مع الاسكال تبريست، الحاجات دي هي اللي تحت. طب مسكت فين بقى؟ عندها بيوبيك بارت، بيوبيك بيبدا ببي، هتمسك في البوستيريور شافت، وده اللي هيعامل معامله الميديال كومبارتمنت. اما الاسكال بارت مسك في الادكتور تيوبريكل بتاعت الفيمر، وده اللي هيتعامل معامله الايه بقى؟ معامله البوستيريور كومبارتمنت. كلهم كان بيجي لهم من الاوبتيريتور نيرف ما عدا الاسكيال بارت. ليه؟ كان بيجي له من الساتيك نيرف. ليه؟ لانه كان بيعمل لك، كان بيتعامل معامله البوستيريور، كلهم بيعملوا ادكشن ما عدا اول حاجه اللي هي الاسكيال بارت بتاع الادكتور ماجنس. ليه؟ لانه بيعمل لك اكستنشن للهيب جوينت، ما بيعملهاش ادكشن، تمام. تمام كده احنا خلصنا الثلاثه ادكتور، تراجعهم بتجميعات عشان ما تنساش. طب هنخش بقى على اخر عضله معانا في الميديال كومبارتمنت، ودي سهله جدا يعني، انا شايفها يعني اصلا عضله عبيطه، اللي اسمها اوبتيوريتور. شوف هي اصلا اسمها اوبتيوريتور، يعني هو بيغششك اصلا النيرف سبلاي، فاهم؟ اسمها اوبتيوريتور اكسترنس، اكسترنس يعني بره، لان في واحده من هنا يعني، احنا شايفين كده الهيب من جوه، ده الهيب من بره، في واحده من هنا كده هتعدي من هنا كده اسمها اوبتيوريتور انترنس، ما علينا. والاثنين بياخدوا من اوبتيوريتور نيرف، تمام. تمام، طب الاوبتيوريتور اكسترنس طالعه منين بقى؟ طالعه منين؟ عايزين اول حاجه نعرف الاوريجين بتاعها، الانسيرشن بتاعها، الاكشن، النيرف سبلاي. ركز بقى في الاكشن بتاع دي، ادي الاوريجين طالعه منين بقى؟ الاوريجين هي طالعه من هنا، شايف الحته دي كده اسمها ايه؟ اللي هي الحته المدوره دي، بس احنا بنبص عليها من بره، بس من بره مش باين عشان المصل اللي حواليها. يبقى هي طالعه اراوند، اراوند ايه بقى؟ او اراوند الاوبتيوريتور، انتوا واخدين دي في الهيب بون اللي هي كان اسمها فورامين، اللي هي اوبتيوريتور فورامين. طب ليه اسمها اوبتيوريتور؟ عشان بيعدي من عليها اوبتيوريتور نيرف، اللي هو بيعدي من عنده برضه الاوبتيوريتور ماسل اللي هو الاكسترنس والانترنس، فدي فتحه، فاي فتحه في بون اسمها فورامين، فانت عندك بالنسبه بقى للاوبتيوريتور فيبقى اسمها اوبتيوريتور فورامين. يبقى هي طالعه من اراوند الاوبتيوريتور فورامين اكسترنال، او اراوند اكسترنال، اراوند اكسترنال اوبتريتور فورمن، لان الاوبتريتور انترنال هتبقى اراوند الانترنال اوبتريتور فورمن. يعني دي حاجه سهله يعني، اصلا من اسم المصل انت قدرت تفهم كل حاجه. طب هي راح تمسك فين؟ شايفين هي راح تمسك فين؟ الحته دي في الساي، يعني احنا لما كنا خدناها الحته دي في الفيمر، تمام، احنا كنا قلنا ان كانت دي ايه بقى؟ اهم حاجه بس التجميعات دي، كانت دي ايه؟ كانت دي اللي هي الليسر تيوبريكل فين؟ كانت دي كده الليسر تيوبيريكل، وكانت دي الجريتر تيوبيريكل. قلنا كان الليسر تيوبيريكل ده كان ماسك فيها الاليوسوس، مظبوط مظبوط. طب بينهم كده في لاين، بينهم لاين بين اتنين تيوبيريكل، فيبقى اسمه تروكانتريك لاين،
صح، احنا واخدين الحاجات دي في الجنرال ترو كونتريك لاين، صح، اللي هو اي لاين بين اثنين تيوبيكل بيبقى اسمه ترو كونتريك لاين. طب ترو كونتريك لاين كان في، يبقى هي طالعه من، يبقى هي راح تمسك في ترو كونتريك لاين فين بقى؟ عند ترو كونتريك فصه. ما انت كان عندك الحته دي يا جدعان، انتوا اكيد فاكرين الحاجات دي، صح ولا انا بهري؟ انتوا اكيد فاكرينها. تمام، تعالى تاني، انت عندك ده كده ترو كونتريك لاين، عندك دي كانت كده حته داخله جوه كده كان اسمها ترو كونتريك فصه، يبقى انت عندك دي ماسكه في ترو كونتريك لاين وترو كونتريك فصه اللي هي بتاعت الجريتر تيوبريكل. يبقى اخيرا خدنا حاجه لها علاقه بالجريتر تيوبريكل. يبقى ايه اللي لها علاقه بالجريتر تيوبريكل؟ الاوبتريتور اكسترنس كانت ماسكه في ترو كونتريك لاين عند ترو كونتريك فصه. طب ايه اللي ليه علاقه بالليسر تيوبريكل؟ يبقى لما انت تذاكر تجمع عشان ما تنساش، اللي كان ليه علاقه بالليسر تيوبريكل كان ال يو صوص. تمام، تعال نجيب تاني. يبقى انت عندك هنا في الانسيرشن كانت في التروكانتريك، تروكانتريك لاين، كان عند التروكانتريك فصة اللي هو كان عند الجريتر تيوبريكل. مظبوط مظبوط. طب الاكشن بتاعك تعمل ايه؟ انت يا جدعان تخيلوا كده، هو يعني ايه اصلا اكشن؟ اكشن يعني انت بتقرب الانسيرشن على الاوريجين. طب دي لما تقرب الانسيرشن على الاوريجين ما هتلف الساي معاها كده، صح؟ يعني انتوا متخيلينها، يعني هي بصراحه كانت صعبه في التخيل ساعتها، بس انتوا دلوقتي لو تخيلتوها مثلا، يعني دي ثابته هنا وراح تمسك في الفيمر من ورا، فلما تشد على الفيمر من ورا هتروح جايه عاملها روتيشن. طب روتيشن ناحيه ايه؟ هتروح جايه عاملها روتيشن ناحيه كده. ما هي يا حبيبي هتلف، انتوا فاهمين يعني هتلفها كده، فيبقى الروتيشن رايح ناحيه كده، فهتعمل لها لاترال روتيشن. انتوا ممكن تشوفوا لها فيديوهات، تمام، بس عشان تتخيلوها اكتر. بس هي سهله، يعني هي راح تمسك في الساي من ورا، فتروح جايه شد الساي كده، فلما الساي تتشد كده، فلما تبص عليها من قدام هتلاقي عملت روتيشن ناحيه كده، صح؟ يعني عملت روتيشن ناحيه لاترال، لان ده ميديال ده لاترال، مش هنقعد نعيد فيها كتير. يبقى هي عملت للساي لاترال روتيشن. طب النيرف سبلاي يا ابني اسمها اوبتيوريتور، ما تغلطش فيها بقى، يبقى هيجي لها من اوبتيوريتور نيرف. تمام، يبقى تعالى نعيدها تاني. يبقى الاوريجن بتاعها من الاكسترنال اوبتريتور فورامين، عندك الانسيرشن بتاع في التروكانتريك لاين ليه علاقه بالجريتر تيبريكل، المهم جدا الجريتر تيبريكل عشان كان الليسر تيبريكل كان ليه علاقه بالاليوسوس. قلنا الاكشن بتاعها بتعمل لك لاترال هيب روتيشن او لاترال ساي روتيشن او لاترال فيمر روتيشن، اي حاجه. فدي يا ابني اسمها اوبتريتور. يبقى النيرف سبلاي بتاعها من الاوبتريتور نيرف. كده احنا خلصنا المسلز بتاعت الميديال كومبارتمنت، اللي هم كانوا ايه بقى؟ اللي هم كانوا قلنا اوبتريتور اكسترنس، وقلنا الادكتورز كلهم، وقلنا الجراسيدس. تمام، الجراسيدس دي كانت تبع مجموعه الاس جي اس، اللي هم السارتوريوس جراسيدس، فاضل لنا اس واحده في البوستيريور كومبارتمنت اللي هي السيمي ميمبرينس. تمام كده، الخمس عضلات اوريجن انسيرشن عايزين هنبقى ولا تعالى نقراهم دلوقتي. مثلا احنا ممكن نقراهم من الجدول اللي احنا مجمعينهم، انا كنت مجمعهم في جدول عشان ايه ما ننساهمش. تعالى نقراهم ونعلم الحاجات المهمه. ادي قلنا ادي المصل بتاعت الميدال كومبارتمنت، عندنا الجراسيليز. الجراسيليز كانت طالعه منين؟ كانت طالعه من، شايفين، طالعه من الانفيرو بيوبيك ريمس مع الاسكيال ريمس. طب جمع يا جدعان، طب ايه اللي كان بيطلع من الانفيرو بيوبيك ريمس؟ كان الادكتور بريفس وكان الادكتور ماجنس، الاثنين دول كانوا بيطلعوا من الانفيرو بيوبيك ريمس برضه. فانت ايه؟ فانت تجمع لي بقى الحاجات دي. يبقى دي طالعه من الانفيرو بيوبيك ريمس مع الاسكيال ريمس. طب ايه اللي كان بيطلع لي برضه من الاسكيال ريمس؟ كان بيطلع لي اللي هو برضه الادكتور ماجنس. فانت ايه وانت بتذاكر كده؟ جمع، ما تذاكرش كل حاجه لوحدها. يبقى الجراسيليز كانت طالعه من الانفيرو بيوبيك ريمس مع الاسكيال ريمس، وراح تمسك في الابر بارت بتاع الميدال سيرفس بتاع التيبيا. طبعا دي احنا عارفينها بالاس جي اس. طب بتعمل لك ايه يا ابني؟ كلهم بيعملوا ادكشن ادكشن ادكشن، وادي ودي ادكشن بتاعت الساي. تمام. طب هنا، طب دي بقى كانت بتعدي لك، قلنا انها هنا كان لها علاقه بالني جوينت، لان دي كانت الني جوينت، فالني جوينت معدي عليها من ورا او يعتبر من ورا، فبتعمل لك فليكشن للني او هيلب في الفليكشن بتاع الني. طب الادكتور لونجس، الادكتور لونجس دي هتبدا من عندها، ادي لونجس ادي بريفس ادي ماجنس. ادي اللونجس كانت بادئه من فوق خالص، كانت من كان هنا كانت بادئه منين بقى؟ لو هنيجي نشوفها، فدي هنا كانت بادئه من البادي اللي هو ده كده، اللي هو ده البادي بتاع البيوبس. تمام، فهي كانت بادئه في البادي بتاع البيوبس. تمام، البادي بتاع البيوبس ده كان ميديال، او كان ده كده كان التيوبيريكل، وده البادي، يبقى البادي ده ميديال للبيوبيك تيوبيريكل. طب هي راح فين؟ اقول لك لما كنا، او شوفوا، شايفين الميدل سيرد اوف لينيا اسفرا، او الميدل سيرد اوف بوستيريور شافت، هي لو هنقسمها كده اهي، ادي سيرد ادي سيرد ادي سيرد، ابر سيرد ميدل سيرد لور سيرد، هي ماسكه في الميدل سيرد بتاع اللينيا اسفرا، او الميدل سيرد بتاع البوستيريور شافت بتاع الفيمر. تمام، بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك ادكشن، بتاخد ايه؟ ادكشن اند فليكشن اوف هيب جوينت، ماشي، بس اهم حاجه تعرف انها بتعمل ادكشن، بتاخد من ايه؟ من الاوبتيريتور نيرف. تمام. طب انت عندك الادكتور بريفس، هننزل تحت في الاوريجن شويه، فيبقى نزلنا في الانفيريور ريمس. بصراحه يعني ما نزلناش فيه كله، يعني هي يا دوبك نزلت حته صغيره، فبقت في الانتيريور سيرفس بتاع الانفيريور بيوبيك ريمس.
مظبوط مظبوط. بقول لك هنا inferior لإيه بقى؟ لللونجس اوريجين، مهمة جدا. يبقى البريفس تحت تحت اللونجس، الماجنس تحت البريفس، وهكذا يعني. راح تمسك فيه الميديال ليب، يبقى دي في الميدل سيرد، دي في الميديال ليب اهي، تمام. لانه احنا قلنا هنقسمها سيرد سيرد سيرد، زهقنا يا جدعان، ادي سيرد بس مش هنقول من الحته دي بس، لا ده احنا هنوصفها بقى بالظبط، اللي هي الميديال ليب بتاعت اللينيا اسبرا، بتعمل لك ادكشن برضو وفليكشن للهيب جوينت، بس سامحك تعرف انها بتعمل لك ادكشن. طب نخش على الادكتور ماجنس، الادكتور ماجنس نزلت خالص بقى، فبقت في الانفيرو بيبك ليمس والريمس اوف اسكيال والاسكيال تيوبريك، اللي بيبك برضه راح يمسك في البوستيريور سيرفس بتاع الشافت اوف فيمر، اما انت عندك الاسكيال برضه راح يمسك في الادكتور تيوبريك، ده بيتعامل معامله الميديال فبيعمل ادكشن، اما انت عندك الاسكيال ده بيتعامل معامله البوستيريور فبيعمل لك اكستنشن للهيب جوينت، وده بياخد من السياتيك نيرف، مهمه جدا. انت عندك الاوبتيريتور اكسترنس بيطلع لك من اراوند الاكسترنال سيرفس بتاع البيوبيك فورامين، اللي هو اكسترنال سيرفس اوف بيلفيك بون بتاع الاراوند الاوبتيريتور فورامين، بيمسك في التروكنتريك فصه في الميدال سيرفس بتاع الجريتر تيوبيريكل، او في التروكنتريك لاين، او في التروكنتريك فصه، او بيمسك في الميدال سيرفس بتاع الجريتر تيوبيريكل، كلهم نفس الحاجه. ده انت عارف ان مكانهم فين، بعد كده الميدال سيرفس بتاع الجريتر تيوبيريكل عادي، انت عارف شكلها، تمام تمام. عندك تعمل لك لاترال هيب روتيشن، شوفوا احنا كنا قلنا انها بتلف الصاي ناحيه كده، يعني دي لو تيجي من ورا فتلاقي الصاي بيلف كده، فبيعمل لك لاترال هيب روتيشن مع هيب فيكسيشن ويز استابل، مهمه جدا بقى الهيب فيكسيشن دي. فايه اللي بيخلي يا جدعان المصل الهيب جوين دي ما تنفصلش؟ في حاجات بتثبتها، من ضمنهم الاوبتيوريتور اكسترنس، شايفين الهيب ده كده كده ثابت، ايه اللي بيخلي دي بقى ما تتحركش؟ اللي هو دي لازقه فيها ازاي؟ لازقه في الهيب ازاي؟ عن طريق الاوبتيوريتور اكسترنس. يبقى ايه اللي بيعمل لك هيب فيكسيشن؟ الاوبتيوريتور اكسترنس. مظبوط مظبوط كده، احنا ايه شفنا الحاجات كلها، يعني ان شاء الله تبقى سهله، طبعا كلهم اوبتيريتور ما عدا الساتيك. كده احنا خلصنا اول جزء من محاضرتنا، نخش بقى على الجزء الثاني، هنتكلم فيه بقى ايه التجميع، اللي هو اللي احنا كنا مأجلينه، اللي هو الفيمورال ترانجل. احنا ليه بقى كنا مأجلينه؟ لان احنا الكلام اللي احنا نقوله ده كله مش هياخد مننا 5 دقائق، لان هو سهل احنا عارفينه قبل كده، لو كنت شرحته في الاول كنا نقعد نحفظ على الفاضي. نخش بقى على الفيمورال ترانجل. بقول لك الفيمورال ترانجل ده اول حاجه بس عايزين نعرفها، هو موجود فين؟ دي رجلك يا باشا، دي الحته اللي هي رجلك كده خلاص اهي، هو طالع لك في الحته دي، يبقى طالع لك في الفرونت مظبوط، وفي الابر سيرد مثلا، يعني هو قسم تلات، دي الساي تلات تلات مثلا، ادي تلت، ادي تعبنا يا جماعه من تقسيم تلات تلات ده والله، ادي تلت تلت تلت، فهو في الابر ميديال اهو، ده اللي هو داخل ناحيه ميديال كده شويه، ده في الابر ميديال سيرد بتاع الفرونت اوف ذا ساي، تمام تمام. طب ايه بقى ايه الباوندرز بتاعته؟ بقول لك فيمورال ترانجل يعني ده مثلث، عايز اي بي سي، عايز اعرف الاي بي والبي سي والاي سي، تمام، وعايز اعرف محتويات اللي هي المساحه بتاعته، عايزين نعرف وعايز اعرف هو فوق ايه وتحت ايه والكلام ده كله، ده كله سهل لان ده كله احنا قلناه قبل كده، تمام. تعالى بقى نشوف هو بيتكون من ايه او ايه الحدود بتاعته. عندك فوق البيز بتاعته، ده البيز اهي، اهو ده المثلث يا جدعان، اهو شايفينه ده المثلث اهو. ايه البيز بتاعته؟ الانجوينال ليجمنت، احنا كنا خدنا الانجوينال ليجمنت ده قبل كده صح، اللي هو اصلا بيبدا عنده اللور ليمب، الانجوينال ليجمنت، تمام. طب اللي هو كان تحتيه هنا كان فيه هنا سفنس اوبننج، فاكرين؟ يبقى ده الانجوينال ليجمنت. طب انت عندك ايه اللاترال بوردر؟ عندك ده لاترال بوردر، ده ميديال بوردر، الكلام ده اصلا متجمع. لا ايه العضله اللي كانت ماشيه كده بعرض الصاي دي؟ كانت السارتوريوس صح. يبقى عرفت ليه انا قلت لك ده متاخر؟ لان انت دلوقتي عارف السارتوريوس، انت لما اقول لك السارتوريوس ماشيه كده هتفتكر ده انا كنت فاكرها من كانت طالعه من عزيز وراحت تمسك في الاول ميديال بورد بتاع التيبيا، فهي تبقى معديه كده فعلا، فهي بتعمل لاترال بورد بتاع الفيمورال ترانجل، يبقى ده السارتوريوس. طب ايه اللي هنا؟ شايفين العضله دي اللي هي العضله اللي نازله كده؟ دي كانت الماجنس، قصدي كانت اللونجس. يبقى عندك اللاترال بوردر سارتوريوس، عندك الميديال بوردر هو الادكتور لونجس، عندك البيز بتاعه الانجوينال ليجمنت. طب ايه الايبكس؟ الايبكس يعني ايه قيمته؟ قيمته هو تلاقي السارتوريوس، نقطه تلاقي السارتوريوس مع الادكتور لونجس، يبقى نقطه تلاقي السارتوريوس مع الادكتور لونجس. ده كده عملنا المثلث بتاعنا اللي هو الفيمورال تريانجل، ليه اسمه فيمورال؟ نسبه للفيمر، تمام تمام. عايزين بقى نخش نشوف الفلور والبيز وبتاع ايه فوقيه، يعني لو انا كده هفتح برجلك من قدام هشرح رجلك هسلخها، يعني هشيل ايه؟ هشيل اول حاجه السكن، وبعدين هشيل السوبرفيشال فاشيا، وبعدين هلاقي السفنس فين، لان السفنس فين ده برضه كان من ضمن السوبرفيشال بارت بتاع الساي، وبعدين هخش بقى على الفيمر ترانجل. يبقى ايه الفلور بتاعه؟ لا الروف بتاعه، الروف اللي هو السقف، يعني ايه الحاجه اللي فوقيه؟ السكن، سوبرفيشال فاشيا، السفنس فين. ليه السفنس فين؟ لان السفنس فين ده يا ابني قلت لك ساعتها ان هو اللونجست سوبرفيشال فين، او هو اللونجست فين عامه هو سوبرفيشال فين صح، فده هتلاقيه في السوبرفيشال كومبارتمنت. يبقى لما انا اجي اقطع رجلك، يبقى انت لما تيجي تقطع رجل واحد تبقى انت فاهم، اول حاجه هشيل السكن، ثاني حاجه هشيل السوبرفيشال فاشيا، ثالث حاجه هشيل الفين عشان يلاقي لك ده كله بقى الفيمورال تريانجل. طب ايه بقى البيز بتاعته؟ البيز بتاعته عضلات يا باشا، تعالى بقى ايه نرسمها من هنا كده ونحاول احنا نخمنها،
تمام، البيز بتاعه عضلات. طيب انت عندك هنا اول حاجه الادكتور لونجس دي مظبوط. طب في عضله كانت بتيجي هنا صح، اللي هي كانت بتيجي في الحته دي كده، كانت البريفس صح، وكانت اللي هي كانت بتمسك في الحته دي كده فهتعدي هنا بريفس، وبعدين البيكتينياس، مش كان في عضله هنا بتيجي البيكتينياس، وبعدين هنا ينزل اليوسوس. يبقى الحاجات دي انت اصلا عارفها من الاوريجن بتاعك. تعال نشوفها، تعال نشوف عشان انت ما تتلخبطش. ادي البريفس مش معانا، انا اسف البريفس مش معانا، ادي هنا دي كده اللونجس. طب العضله دي كان اسمها ايه؟ مش دي كانت طالعه من السوبيريور ليمس، دي كانت البيكتينياس صح؟ طب ودي كانت ايه؟ دي كانت اليوسوس صح؟ يبقى لونجس بيكتينياس اليوسوس، اهي ادي لونجس بيكتينياس اليوسوس، او سوس بعدها الياكوس لو هنقسمهم اتنين، يبقى اليا، يبقى دي لونجس بيكتينياس سوس الياك، او ممكن تقول الاثنين دول اليوسوس. طب ليه دي، طب ليه دي انا بعرفها بالترتيب ده؟ يبقى ده فروم ميديال تو لاترال، يبقى انا بمشيها كده، بمشيها كده هعدي على ايه؟ اول حاجه لونجس بيكتينياس سوس الياكوس. طب ليه بقى؟ عشان الجارات يا باشا، الجارات لما يجي لك الفيمورال ترينجل في الجار تبقى انت فاهم، ما تقعدش تحفظ ارقام وخلاص، لا انت عارف اه ده دي كانت لونجس بيكتينياس سوس الياكوس، عندك دي كانت السارتوريس، دي كانت عامله لك اللاترال بوردر، دي كانت عامله لك الميديال بوردر، الاثنين التلاقي بتاعهم بيعمل لك الايبكس. طب التلاقي بتاعهم ده بيحصل عنده حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمها الدكتور كانال، حاجه كده فاضيه يعني، دي كانال كده اسمها الدكتور كانال، هي مش موجوده في الجارات اصلا تمام، ومش موجوده اصلا على ال3 دي، بس انا بقول لك هي معلومه يعني عندها الايبكس ده بيحصل عنده اسمها حاجه اسمها الدكتور كنال. طب ايه لازمتها؟ عندك ممكن ارتري يوسع، فين يوسع، ليمف يوسع، فيلاقي حاجه فاضيه بتستوعب الوسعان ده فاسمه الدكتور كنال. بالمناسبه الدكتور كنال ده اصلا مكمل فوق كده، مكمل فوق اسمه فيمورال كنال، يبقى الفيمورال كنال، الفيمورال كنال مكمل الدكتور كنال، بقى اتحول امتى من فيمورال لادكتور؟ عند الايبكس بتاعه الفيمورال ترينجل. طب هنحفظها ازاي بقى؟ عندك يا ابني الفيمورال كنال، فيمورال كنال يعني فيمر صح، فيفضل نازل طول الفيمر، هيفضل نازل طول الفيمورال ترينجل، هيسيب الفيمورال ترينجل، اذا فقد الجنسيه الفيموراليه فبقى اسمه الدكتور كنال. طب هو هيسيب الترينجل فين؟ عند الايبكس بتاعته صح، فبقى هنا اسمه الدكتور كنال. مظبوط مظبوط. تعال بقى نقرا الكلام تاني عشان انا حاسس ان هو يعني هو مش صعب الصراحه، بس احنا راجعناه يعني ده بالنسبه لك اسهل بكتير من انا كنت بشرحه في الاول يعني تمام. فانت عندك هنا بيقول لك الفيمورال تريانجل ماله، الفيمورال تريانجل بيقول لك هنا تريانجل انتر ماسكولار سبيس في الفرونت طبعا بتاع الساي في الابر سيرد، طبعا احنا شفنا مكانه تمام، هو في الفرونت وفي الابر سيرد، وبيعمل ايه بقى؟ وهنبدا بقى نشوف الباوندريز بتاعته، الباوندريز هي الحدود بتاعته مالها؟ عندك البيز قلنا بالانجوينال ليجمنت صح؟ طب انت عندك اللاترال بوردر كان بسارتوريوس، الميدل بوردر كان بالدكتور لونجس، طب انت عندك الفلور، الفلور اللي هو بقى اللي هو الماسلز اللي ماشيه في الارضيه اللي كانت من ميديال تو لاترال، من ميديال تو لاترال صح؟ احنا شفناها هنا كانت لونجس، بعدين بيكتينياس، بعدين اليوسوس، او هي تقول سوس الاول وبعدين ايه؟ بعدين الياكس، سوس ميجر بعدين الياكس، سوس ميجر بعدين الياكس، الاثنين اسمهم اليوسوس، يعني انت عايز تقولها اليوسوس براحتك، عايز تقولها سوس ميجر والياكس براحتك تمام؟ تمام. نبدا نخش بقى في الايبكس، الايبكس بتاعته قلنا عباره عن ميتنج نقطه تلاقي اللاترال والميديال بوردر، اللي هو نقطه تلاقي السارتوريس مع الادكتور لونجس. تو عندك بيقول لك كونتينوس ويز ايه بقى؟ ويز الادكتور كانال. دي بقى مهمه جدا على فكره، دي مش باينه في ال 3 دي اصلا، بس انا بعرفها لك يعني ان في كنال، يعني لما تيجي تدرس في الفيمورال ارتري والفيمورال فين هتعرف ان في حاجه اسمها فيمورال كنال. الفيمورال كنال دي هتفضل ماشيه في الفيمورال تريانجل، اول ما تخرج من الفيمورال تريانجل كده يا باشا فقدت الجنسيه الفيموراليه فبقت الدكتور كنال. ليه بقت الدكتور كنال؟ لانها هتكمل في الميديال كومبارتمنت. طب انت عندك الميديال كومبارتمنت ده كان الادكتور، فهي خدت الجنسيه الادكتوريه فبقت اسمها الدكتور كنال. تمام تمام. طب ايه الكونتنتس بتاعته؟ ايه المحتويات؟ ايه اللي داخل فيه؟ ايه اللي طالع فيه؟ الكلام ده كله، الكلام ده كله سهل، هتقول لي داخل فيه ارتري، داخل فيه فين، داخل فيه نيرف، داخل فيه ليمف، اي حاجه تقول لي داخل فيه فيمورال ارتري، داخل فيه فيمورال فين، داخل فيه فيمورال نيرف، داخل فيه فيمورال ليمف نود او ديب انجوينال ليمف نود، داخل فيه يا باشا اي حاجه خالص. فانت عندك الفيمورال ارتري مع الفيمورال فين دول كلهم بيعملوا لك حاجه اسمها فيمورال شيس، الفيمورال شيس انكلودنج فيمورال ارتري اند فيمورال فين، اهي شوف الفيمورال كنال. طب يا جدعان ايه لازمه الكنال دي؟ الكنال دي حته فاضيه، انت لو هتيجي مثلا، انت لو هتيجي ادي ده الفيمورال شيس تمام، ماشي فيه، ماشي فيه الفيمورال ارتري فروم لاترال تو ميديال كده، هيبقى الفيمورال ارتري
فيمورال فين، بعدين عندك هنا دي كانال، دي كانال دي حته فاضيه يا جدعان، ليه حته فاضيه؟ ما انا قلت لك يا ابني ما ممكن الارتر ده يوسع، ممكن الفين ده يوسع، فالفين ده لما يوسع ويلاقي ما فيش حاجه محاوطه الوسع ده ما هيتقطع، فلازم حاجه تحوط الوسع ده، فربنا عامل لك مساحه فاضيه اسمها فيمورال كانال. الفيمورال كانال دي اللي كانت بتبقى الادكتور كانال عند الايبكس بتاعت الفيمورال تريانجل. مظبوط مظبوط. يبقى انت عندك ايه محتويات الفيمورال شيس؟ الفيمورال ارتري والفيمورال فين. يبقى الفيمورال ارتري ده كان موجود في اللاترال، والفيمورال فين ده كان موجود في الميدال. الحاجات دي هتعرفها تاني في البلاد سبلاي، بس انا بقول لك دلوقتي. يبقى الفيمورال شيس بيحتوي على الفيمورال ارتري، فيمورال فين، فيمورال كانال. مظبوط مظبوط. طبعا في فيمورال نيرف، في ليمف نود. يبقى اي كونتنت بتاع اي حاجه تاخدها في الاناتومي هتقول لي ارتري فين نيرف ليمف نود، ارتري فين نيرف ليمف نود. طب فيمورال ترانجل، فيمورال ارتري، فيمورال فين، فيمورال نيرف، فيمورال ليمف نود او الديب انجوين الليمف نود. طب الفيمورال ارتري والفيمورال فين كانوا متجمعين مع بعض في عاملين فيمورال شيس. طب الفيمورال شيس ده كان ليه فيمورال كانال، الفيمورال كانال ده كان بقى الدكتور كانال لما فقد الجنسيه الفيمورالية عند الايبكس بتاعت الفيمورال ترانجل، ففقد الجنسيه الفيمورالية بقى الدكتور كانال، ليه الدكتور كانال؟ لانه مشي في الميديال كومبارتمنت بتاع الصيف فخد الجنسيه الادكتوريه. مظبوط مظبوط. ده كده بالنسبه للفيمورال ترانجل، هو سهل خالص. قلنا لاترال سارتوريوس، ميديال ادكتور لونجس، هنمشيها في الفلور ادكتور لونجس، بيكتينيوس، سوس ميجر الياكس. هنخش في الروف بتاعه. الروف بتاعه ايه بقى؟ الروف بتاعه يبقى سكن وفاشيا وسافنس فين، دي مش موجوده بس انا بقولها لك يعني. طب انت عندك الفلور بتاعه اللي احنا قلنا المصر بتاعته. طب انت عندك الايبكس نقطه التلاقي بين الاثنين. طب انت عندك الكونتنت هتقول ارتري فين نيرف سبلاي، ارتري فين نيرف ليمف نود. خد بالك ان الارتري والفين متجمعين في الفيمورال شيس وفي معاهم كانال. تمام تمام كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، هي سهله. تعالى بقى نخش نحل ثلاث اسئله ام سي كيو كده على السريع. بقول لك ايه بقى؟ يعني بقول لك هنا الانفيريور، شوف السؤال ده، السؤال ده جامد يا جدعان والله. بقول لك الانفيريور بيبي كريمس جيفز اوريجين تو، بقول لك عايز كل حاجه بتطلع من الانفيريور بيبي كريمس. شوف يعني السؤال ده انت محتاج تجمع كل العضلات. طيب الجلاسيس كانت بتطلع منه؟ اه صح، مش احنا كنا شايفين الجلاسيس كانت بتطلع منه؟ كانت بتطلع منه. طب لو دكتور ماجنس اه كانت بتطلع من ده، كانت بتطلع منهم كلهم. الجلاسيس كانت بتطلع من الانفيرور ريمس والاسكال ريمس. لو دكتور ماجنس كانت بتطلع برضه من الانفيرور ريمس والاسكال ريمس مع الاسكال تيوبيكل. طب لو دكتور بريفس اه كانت بتطلع من الانتيريور سيرفس بتاع الانفيرور ريمس، يبقى اول اوف ذا باف. السؤال ده مهم. طب انت عندك الاوبتيوريتور نيرف دازنت كومبليتلي انرفيت، يعني ايه دازنت كومبليتلي انرفيت؟ يعني ايه هو بيغذي ايه بس مش هو بس؟ يعني مثلا انا اقول انا باخد مصروفي من بابا وماما، تمام؟ فانا ايه، فانا بابا لوحده ما بدينيش مصروفي كامل، ولا ماما لوحدها بتديني مصروفي كامل، بس الاثنين بدوني مصروفي كامل. فهنا بقول لك الاوبتيوريتور نيرف بيغذي انهي مصل بس مش بيغذيها بشكل كامل، ده بيجي معاه كمان نيرف. طب الاوبتيوريتور نيرف كان بيغذي ايه؟ كان بيغذي الكوادرسبس اول حاجه. لا لانه هو مش ده، هو اصلا خد بالك انت ممكن تختار الكوادرسبس ده تقول اه ده هو مش كان بيعملها انرفيت. لا يا باشا، ده انا هنا بقول لك هو بيعمل انرفيت بس مش بشكل كامل. هنا في الكوادرسبس اصلا ما بيعملش انرفيت، فانت ما تختاريش الكوادرسبس. طب الادكتور ماجنس، لا ده هو كان كومبليتلي انرفيت الادكتور ماجنس، احنا ما قلناش اي نيرف سبلاي في الادكتور ماجنس غير البتاع ده. لا استنى، ده انا بتلخبط بين ماجنس ولونجس. اه ده الادكتور ماجنس معانا ليه؟ لانها كان بيجي لها برضه من الساتك. الدكتور لونجس اه معانا، الدكتور لونجس معانا. طب ايه اند بي؟ لا الكوادرسبس، لا الكوادرسبس لا ليه؟ لان اصلا مش بيعمل لها انرفيشن خالص فانت تستبعدها. طب الدكتور ماجنس ليه؟ لان الدكتور ماجنس دي كان بيجي لها بيوبيك بارت وكان بيجي لها اسكيال بارت، ده كان من الاوبتيوريتور، اما الاسكيال بارت ده كان من الساتك. اسكيال فيها اس سي اتش، هنا اس سي اتش اللي هو الساتك. تمام تمام. طب انت عندك هنا بقى كيس، شايفين دي كيس الاناتومي يا جدعان. بيقول لك هنا 45 يير اولد ميل هاد سيفير تروما كوز هيز هيب جوينت بي ديسلوكيتد. ادي دي معلومه، بيقول لك ان الهيب جوينت بتاعه بقى ديسلوكيتد. يعني ايه؟ يعني وقع مفصل الهيب جوينت بتاعه اتحرك من مكانه. and he no longer move the thigh backward، ما بقاش يعرف يعمل الثigh backward. يعني ايه بقى ما بقاش يعرف يحرك الثigh backward؟ يعني ما بقاش يعمل extension للهيب جوينت. شوف السؤال ده انت لازم تركز فيه، انت لازم تطلع المعلومات عشان تعرف الاجابه في الاخر. with the same efficiency as before. ايوه شوفوا انا كنت هغلط دلوقتي. يبقى بقول لك يبقى هو ما بيقدرش يعمل اكستنشن للسايد بتاعته زي ما كان بيعملها قبل كده. معناه ان ايه؟ معناه هو بيقدر يعمل بس مش بنفس الكفاءه، يعني قلت شويه. تمام تمام. ذا نيورولوجيست اللي هو طبيب المخ والاعصاب ريكورد ان انجري فين بقى؟ تمام، نرجع نركز تاني. بقول لك واحد راجل يعني راح عمل حادثه، طبعا بعيد عننا كلنا، عمل حادثه فبقى المفصل الحوض بتاعه اتفصل من مكانه، فبقى مش عارف يحرك الورا بنفس الكفاءه اللي كان بيحرك بيها قبل كده، بس لسه ستيل بحركه. تمام تمام. فبقول لك ايه الانجري اللي ممكن يحصل هنا يا باشا؟ هو بقول لك ان هو ايه اللي اتاثر هنا؟ اللي اتاثر الاكستنشن. طب ايه اللي كان بيعمل اكستنشن في المحاضره دي؟ كان الاسكيال بارت بتاع البيوبيك بتاع الدكتور ماجنس. طب هيبقى، طب الاسكيال بارت ده كان جاي له انهي نيرف؟ كان جاي له من الساتيك نيرف. طب الساتيك نيرف يبقى اهي، يبقى دي الاجابه. يبقى لما يحصل لك
يبقى لما يحصل لك اي انجري في الستاتيك نيرف مش هتعرف تعمل اكستنشن. بس هنا بقى في المحاضره بتاعتنا انت مع الاسكيال بارت، انتوا فاهمين يعني؟ هو انت فاهمين السؤال يا جدعان ازاي؟ بيقول لك هو راجل الهيب جوينت بتاعه باظ، ما بقاش يقدر يعمل له اكستنشن، ما بقاش يعمل له اكستنشن زي الاول. تمام. فايه عندك ايه النيرف اللي باظ؟ ايه اللي كان بيعمل اكستنشن اصلا؟ كانت الاسكيال بارت بتاعت الادكتور ماجنس. طب ليه كانت بتعمل اكستنشن؟ لانها اصلا كان بيجي لها نيرف انرفيشن من الستاتيك نيرف. طب لما انا اقطع الستاتيك نيرف ده او لما يحصل فيه انجري، يبقى اذا الاسكيال بارت مش هيشتغل بنفس الكفاءه، فيعمل اكستنشن بس ويزاوت ذا سيم افشنسي از بيفور. تمام. السؤال ده مهم جدا، سؤال اسئله كيس الاناتومي دي بتبقى مهمه جدا يا جدعان. طب بقول لك ليسر اند جريتر تيوبيريكل جيف اوريجين تو ريسبكتيفلي. خد بالك من الريسبكتيف دي، يعني عايز الليسر بيدي ايه والجريتر بيدي ايه؟ الليسر بيدي الاوبتيوريتور؟ لا، الليسر يا جدعان كان بيدي الاليوسوس، شايفين هنا؟ والجريتر كان بيدي ايه؟ كان بيدي الاوبتيوريتور اكسترنس. يبقى هنا دي الاجابه ايه بقى؟ الاجابه الاليوسوس اند اوبتيوريتور اكسترنس. طب ليه انا ما اخترتش ده يا جدعان؟ طب ما دي برضه اهي. طب مش دي اوبتيوريتور اكسترنس واليوسوس؟ لا، لانه قال لك ريسبكتيفلي يعني عايز اول كلمه تبقى تبع الليسر وتاني كلمه تبقى تبع الجريتر. فعشان كده قلنا نركز في كلمه ريسبكتيفلي. كده يا جدعان احنا خلصنا محاضره الميديال كومبارت بتاعت الساير والفيمورال ترينجل. كده ان شاء الله اتمنى تكونوا فهمتوها. معلش لو طولت شويه، بس انت انا عايزك تسمع مني وما تذاكرش، انت فاهم؟ انت كده يعتبر ذاكرتها، انت يا دوب تقرا 5 دقايق كده وخلاص المحاضره ثبتت في دماغك. نشوفكم بقى على خير في المحاضرات الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.